هذه عبارة تم استقطاعها من أحد الأفلام، وصارت الرغبة بأن نتحدثها بنفس طريقة الممثل، نفس طريقة تحدث الممثل. طيب خلينا نحاول نتحدثها. cut it out cut it out، بس أنا ما سمعت الممثل قالها cut it out، أنا سمعته قالها cut it out cut it out. لعد شنو اللي خلاه يقولها بهالطريقة cut it out، ولما أجي عليها أنا أدري بها هي cut it out. خلينا نشوف شنو اللي صار. لما أقول cut it out معناته أني تحدثت هاي العبارة بلفظ كامل، لفظ كامل يعني كل كلمة داخل هذه العبارة لفظتها بشكل مستقل. وهذه الطريقة في تحدث العبارات ما ينتج عنها كلام طبيعي، ما تصلح بالمحادثة اليومية. طيب لازم شو أسوي؟ ألفظها بلفظ صحيح، ألفظ كلماتها بلفظ صحيح، وبالتالي أتحدثها بلفظ بتحدث طبيعي العفو يصلح بالمحادثة اليومية، وياي اللي اتبعها الممثل. فخلنا نشوف شلون أتحدث بشكل طبيعي وألفظ بلفظ كامل، أطبق قواعد اللهجة الأمريكية عليها. تقول قواعد اللهجة الأمريكية: صوت حرف التي بكلمة cut واقع بين صوتين الا وصوت آ قصيرة جدا صادر من حرف اليو، وصوت كسرة ear صادر من حرف الاي مال كلمة it. إذن ينقلب صوت حرف التي إلى ر خفيفة، فيصير كاري. إذن بقى عندنا تي مال كلمة it هم ينقلب إلى ر خفيفة، لأن وقع بين الإي الكسرة مال it وبين الأو صوت الألة أو، بين صوتين ألة كذلك صوت الكسرة إي وصوت أو مال كلمة out، فهم يصير ر خفيفة فيصير carry out. حرف التي مال كلمة out ما دام اجب آخر العبارة أو آخر الكلمة حسب قواعد اللهجة الأمريكية ينطق من الحبال الصوتية فيصير التحدث النهائي للعبارة بشكل طبيعي بلفظ صحيح هو carry out carry out. تمرن عليها.